انتخبت مصر عضوا بمجموعة العمل الخاصة بالموارد الوراثية الحيوانية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو ممثلا عن دول الشرق الأدنى. أوضحت وزارة الزراعة في بيان رسمي أنه تم انتخاب مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانية علاء الطحان عضوا في هذه المجموعة تقديرا للدور المصري المتميز في مجال تنمية الموارد الوراثية الحيوانية في المنطقة. هذا وأوضح البيان أن التحسين الوراثي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، الأمر الذي من شأنه دعم خطط التنمية في هذا المجال في مصر خلال الفترة المقبلة.